للمزيد من المتابعة تنضم إلينا مباشرة من معرض الكتاب الزميلة جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري. جرمين، بعد التحية، ماذا عن تواصل الفعاليات والندوات داخل معرض الكتاب في دورته 55؟ نعم، بعد التحية نتابع معكم في هذه التغطية المستمرة فعاليات اليوم السادس من معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 55. هذه النسخة التي تقام تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة وتحل النرويج كضيف شرف للمعرض هذا العام، تأكيدا على اهتمام الدولة بالتشارك مع ثقافة دول شمال أوروبا. الحقيقة أن المعرض هذا العام يقام على مساحة واسعة بمشاركة عدد كبير من الناشرين الذين يتشاركون العرض على مساحة تصل ل 80,000 متر مربع في 5 صالات عرض. بيصل عدد الناشرين إلى 1200 ناشر من 70 دولة من مختلف أنحاء العالم. رصدنا منذ صباح اليوم وحتى الآن إقبال كبير من المواطنين من مختلف الفئات والأعمار لشراء الكتب وحضور أيضا الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة التي تأتي على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب. وإذا تحدثنا يعني بشكل خاص عن الفعاليات الثقافية، فهناك تنوع كبير في الفعاليات التي تتجاوز 500 فعالية ثقافية بتقام في 7 قاعات عرض داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب. وإذا تحدثنا بشكل خاص عن فعاليات اليوم، فكان يعني منذ قليل ندوة عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن دور الصحافة والإعلام والمنظمات الحقوقية والمدنية في رصد وتسجيل جرائم الحرب. أيضا كان هناك ندوات عن استرداد الآثار المصرية وأيضا الغناء والموسيقى في مصر القديمة، إلى جانب عدد كبير من الندوات والفعاليات الفنية والثقافية التي تقام، وأيضا مع تقديم تسهيلات من إدارة المعرض للزائرين. تحدث عن وجود منصة رقمية يستطيع من خلالها الزائر أن يقوم بحجز تذاكر المعرض أو أيضا أن يقوم بشراء الكتب، على أن يتم إيصال الكتب لي عن طريق البريد المصري. أيضا هناك تسهيلات عن طريق توفير خطوط أتوبيسات بتتحرك من أماكن مختلفة من القاهرة من وإلى المعرض بشكل مستمر على مدار اليوم. هناك أيضا مسارات خاصة بكبار السن وأيضا بذوي القدرات وأماكن الاستراحة والخدمات. نعم، تسهيلات الحقيقة كثيرة تقدم للزائرين يعني الاستمتاع بتجربة مميزة وفريدة خلال أيام معرض وفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 55. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. أشكرك شكرا جزيلا جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري.